موضوعنا لليوم بفقرة سانتي القصور الكلوي، رح نحكي عنه مع دكتور فادية شمرز اختصاصية بأمراض الضغط والكلى. أهلا وسهلا فيك دكتور. بتوقفوا الكلاوي وكتير بنسمع أنه فجأة وقفوا الكلاوي، شوك عميل شوك سبتيك أو صار معهم شغلة أو تسمم أو صار في مشكلة صحية وفجأة وقفوا الكلاوي، شو بيصير بهالحالة؟ وهل الكلاوي دغري بيوقفوا فجأة أو بيكونوا عم بيعطوا إشارات قبل؟ هلا هو القصور الكلوي في منه نوعين، نوع مفاجئ ونوع مزمن. نوع المفاجئ هو اللي الشخص ما بيكون حاسس بشي عوارض وفجأة بيصير يحس بعوارض غريبة، يعني مثل العيان، نعاس، تورم، انحباس بالبول، بيعمل فحص دم بيبين انه عنده كرياتينين عالي. هيدا قصور كلوي مفاجئ. في القصور الكلوي المزمن بيكون عارف حاله شخص انه عنده مرض، اكثر شيء من السكري او الضغط، وما صار له على كلوي وعم بيراقب كلوي مع الوقت وبيلاقي انه رقم الكرياتينين اللي هي ماده بالدم بتعكس وظيفه الكلى عم يعلى تدريجيا. هيدا بيكون عارف انه عنده اصابه بالكلى وعم بيراقب وظيفة كلاوي. اوكي، بس اي متى بيتوقفوا كليا؟ يعني اذا عم بيراقبوا الكلاوي ليه فجاه؟ يعني ليه بيوصلوا لمرحله بيطرا عليه عارض صحي معين؟ مثلا اكثر شيء وقت ينشف من المي بحالات الاسهال او الادويه المضره للبول بشكل كثير كبير عم ياخذها، او ادويه معينه بتضرب على الكلاوي، او نزيف، او امراض التهابات، امراض مناعيه بتاثر على كلاوي، بيكون هو عنده من قبل اصابه كلويه وبتظهر بطريقه حاده اكثر من بعد هالظروف هيدي وبيوقفوا الكلاوي. نعم. للاشخاص اللي بيتوقفوا كلاويهم جراء مشكله صحيه فجائيه، يعني شو بيكون عم بيصير واي مشاكل صحيه بتاثر لحتى يوقفوا الكلاوي بهالشكل؟ في أسباب عديدة بتخلي الكلاوي يوقفوا بطريقة مفاجئة، مثل ما قلنا بس ينشف جسمه من المي، يعني مثل الإسهال، خسارة المي من الجسم بالأدوية المضرة للبول، الحروق، أيام الحروق بتسبب خسارة مي، في أمراض التهابات أيام تضرب على الكلاوي كمان، أو أمراض مناعية بتعطلها. هيدي كلها أشياء فجائية بتطرق على الإنسان بتوقف له كلاوي. أيام بيكون أسباب بتسكر على مجاري البول مثل الحصى او البروستات او اي ورم بالبطن، بيسكروا على مجاري البول بيتحقن البول ببطل ينزل وبيأثر على وظيفه الكلى وبيعطلها. شو ممكن تكون المضاعفات؟ هل هالموضوع بيرجع بيزبط، يعني بيرجع بيقلعوا الكلاوي او لا؟ اجمالا بالقصور الكلوي المفاجئ بيرجع بيقلعوا الكلاوي اذا اتخذ المريض بطريقه علميه يعني وتعالج من هالاسباب هيدي بيرجع بصح، بس الخطوره انه يترك حاله. كل انسان بحس بعوارض كلى، يعني تورم، انحباس بالبول، ارتفاع بالضغط، لازم يراجع طبيبه، لانه اذا في سبب عارض مارق بصح بيرجع طبيعي. بس بصح هيك ولا بده علاج؟ بده يعني بده تدخل سريع، من قبل طبيب بمستشفى اكيد. قد ايه الانسان، يعني افترضنا هالشخص هو بالبيت منه بالمستشفى، يعني منه عم بيتراقب، العوارض يلي عن جد بدها تقلنا هلا قوموا روحوا على المستشفى شو هي؟ اهم شيء انحباس البول، انه بيوقف بوله ما عم يعطي بول بالمره. قد ايه بننطر؟ 24 ساعه ماكسيم، اكثر. ايه مش طبيعي 24 ساعه ما يعطي بول ابدا، وخصوصا اذا كان عم يشرب مي. اذا عم يشرب مي بجمع بجسمه، بيعمل له ضيق بالتنفس، بيصير خطر عليه، ببطل يقدر يتنشأ الاكسجين، بيختنق. يعني لازم يروح على اقرب مستشفى اكيد. عوارض اخرى لعيان، تقيؤ، قله قابليه على الاكل، ضعف، ما بيعود يقدر يمشي او يقوم باي نشاطات. نعم. بيبين شيء بيزرق اطرافه، بيبين شيء يمكن بيلعب الضغط. ايه بيعلى الضغط اكيد، بده يراقب ضغطه كل واحد مثلا بعد عمر معين بده يراقب ضغطه. بحاله انحباس المي بالجسم اكثر، بيعرف انه كلوي ما عم تفرز المي والملح، بده يراقب ضغطه اكيد، وخصوصا اذا هو معرض انه عنده ضغط. هن احد الاسباب الهامه بالقصور الكلوي هو ارتفاع الضغط. يعني هو مسبب ولا هو نتيجة؟ هو مسبب وهو نتيجة. هو مسبب. يعني أهم سببين للقصور الكلوي المزمن هن السكري وارتفاع الضغط.
نعم. اللي عنده سكر وضغط بده يراقب ضغطه دائما. هون الحالة يمكن بتكون أساسا مراقبة من الطبيب، يعني إذا هالشخص عنده أساسا هالمشكلة المزمنة وهالمشاكل الصحية التانية بيكون في مراقبة. يمكن الأصعب هون إنه لما بتصير بشكل مفاجئ، أي متى ما بيرجع بيقلعوا الكلاوي؟ إذا ترك حاله المريض وما رجع طبيبه تقدر يعالج له السبب لهالكسور الكلوي، لأنه هيدي الأسباب إذا تعالجت بصح ما لازم المريض يترك حاله بالبيت. إذا وقف بوله أو ورم أو ضيق نفسه بيعمل فحص دم، مينيموم بيعمل فحص دم، هي المادة بالدم اللي بتعطينا فكرة عن وظيفة الكلى، الكرياتينين. الكرياتينين هلا المريض بيقول لي على أي رقم من الكرياتينين أنا بيكونوا كلوية وقفوا، ما في رقم معين، ما في رقم هيك أبسوليو، يعني هي أكثر شيء بول 24 ساعة، يعني هو أكثر إشارة بيعطينا دليل على قديش الكلاوي بعدها ماشي. بنقول انه تحت ال 15% بصير لازم نلجا لحلول ثانيه، يعني شيء بديل عن الكليه الطبيعيه. اوف هلا بنحكي عن هالموضوع. بذكر مشاهدينا بانه فيهم يتواصلوا معنا على 0464 اذا عندهم اي سؤال يطرحوا على دكتور رزق يلي موجوده معنا اليوم، وعم نحكي عن القصور الكلوي او اي مشكله بمشاكل الكلى ايضا. دكتور كيف تتطور؟ يعني اليوم كمان اوقات شخص بيكون بالمستشفى بيوقفوا كلوي، شو يعني كيف اول شيء بيتم العلاج؟ شو العلاجات وكيف بتصير القصص ايجابيا ام سلبا؟ هلا قلت انه بدنا نشوف السبب اللي ورا هالكسور الكلوي هي، وهيدا السبب لازم نعالجه. يعني اذا كان التهابات عامه شوك سيبتيك لازم نعالجه مزبوط، اذا ارتفاع بالضغط لازم نظبط الضغط، يعني الظروف اللي ادت لهالكسور الكلوي لازم تتعالج. نعم. اذا تعالجت بطريقه سريعه وصحيحه بصح المريض 90% بصح. العوارض هي بالكسور الكلوي المزمن او حتى الحاد مش على طول بحس بعوارض المريض، يعني بس كيف بيتعالج دكتور؟ بس بغسيل الكلى بيتعالج؟ في ثلاث طرق بنلجا اليها وقت بيكون في كسور كلوي. الغسيل في منه نوعين، يعني الايموديالز في دياليز بريتوني، يعني الغسيل بالمكنة والغسيل بالبريتوان اللي هو ببطن المريض، غشاء بيأمن التبادل بين الدم ومي، مي مدروس سوليسيون، يعني مشان الدم يزت الرواسب وياخد المواد اللي ناقصة عنده. نعم. وثالث حل هو أكيد زرع الكلى اللي منشجعه نحن، اللي هو بغير حياته للإنسان بيرجع طبيعي تقريبا. عند اتصال. ألو ألو بونجور. يا هلا تفضل. بيز عندي سؤال لو سمحتي. أكيد. أنا صار معي حالي من فترة، من شي حوالي السنة تقريبا، مثل ما بتقول الدكتورة هلأ عملت فحوصات بين معي الكرياتين عالي، رجعت عملت حمية غذائية صاروا ينزلوا معي شوي شوي، شفت كمان دكتور وصف لي دوايين، دواء للضغط ودواء تاني الأديونيريك بعتقد اسمه. نعم. عم براقب حالي فترة، يعني عم ببلشوا ينزلوا. بالنسبة أوكي. للأكل بيسألك انت سؤال، انه الأكل له شيء تأثير معين؟ في شيء أكل معين مثلا لازم واحد يأكله أكل؟ لا تمام. انت حضرتك وقفوا كلويك فجأة؟ مش فجأة، أنا حسيت وقتها بشيء مثل ما قالت مثل حصر بول أو شيء. أوكي. وعلى أساسها رحت عملت فحوصات. جريت، يعني لحقت حالك بسرعة. ما كنت حس بشيء من قبل يعني. بيرفكت. قد ايه عمر حضرتك؟ 52. شكرا لاتصالك، واكيد رح نجرب نجاوب على السؤال. الاكل بياثر دكتور؟ اكيد طبعا، هو العلاج اللي بيعطيه الحكيم هو النص، والنص عند المريض عنده اكيد حميه غذائيه بده يحترمها، يعني ما بيكسر من البروتينات خصوصا اللحم الحمراء قد ما بيقدر يخفف منها، لانه المواد السامه بتنتج عن ميتابوليزم البروتين، دونك يخفف اكثر شيء تناول اللحوم الحمراء، ويخفف الملح لانه الملح بيحبس المي بالجسم وبيعلي الضغط كمان، ويجرب يضعف لانه كمان السمنه هي مش منيحه للوظائف الكلوي، ويراقب ضغطه. يراقب ضغطه. ليه في ناس بيطلع عندهم الكرياتينين وناس لا؟ بيطلع الكرياتينين بتعكس وظيفه الكلى، يعني هن بيكون يعني اساسا في هيك هالتكوينه بالجسم، مش انه في سبب من برا. الكرياتينين كمان بترتبط بالعضل بالجسم، يعني قد ما هو الإنسان عنده وزن وعضل قد ما الكرياتينين أعلى. أوف. يعني الكرياتينين عند مرة وزنها 40 كيلو إذا كانت عشرة واحد شوي كتير،
إذا شخص عنده عضلات طويل وزنه زايد إذا طلعت 1.5 يمكن ما تعني لي كثير، لأنه هي مرتبطة بالعضل بالوزن. بس يعني اللي عندهم عضل أكثر هذا شيء مضر؟ لأنه العضل بيفرز الكرياتينين. الكرياتينين بس ما بيضر؟ ما بيضر لا. عم نحكي العضل يعني عند الرياضيين؟ إيه كمان. أوكي. بتكون الكرياتينين أعلى. اتصال. ألو؟ ألو؟ يا هلا تفضلي. بونجور. بونجور. بليز بدي اسال الدكتور شيء كومن انه بيبي او نيو بورن بيبي اول ما بيخلق بيعملوا له صوره بيطلع عنده كليه واحده. اوف. اوكي. انه انشغل بالهم الاهل و تمام. بس بدي اطمن هلا هو كثير فيري اكتيف كثير منيح وبياكل وبيعمل البيبيت كله مزبوط. تمام. بس هيك انه بدنا نطمن. تمام شكرا لاتصالك. ولد مع كليه وحده هذه ما الفورماسيون كونجينيتال يعني خلقه هي كلوه وحده بتكفي تشتغل مزبوط يعني. والدليل انه اللي بيوهب كلوه بضل على كلوه وحده بيعيش طبيعي. الكلوه الوحده بتقدر تشتغل حتى وتأمن. من اول العمر لاخر العمر تكبر وبتصير حجمها ما في شيء خاص ينعمل هلا لا بتصير بتكبر اكثر من الكلوه العاديه بتتامن وظيفه دوبل يعني سلامه قلبه دكتور. لكن قلنا انه اوقات بنعمل غسيل كلى بيرجع بيقلع الجسم وبيمشي الحال بهيك حالات الالتهابات او غيره. في حالات منعوز نعمل جلسه او جلستين وامام طبعا نكون عم نعطي العلاج المناسب بتقلع الكلى وبتمشي بنوقف وبيمشي الحال. ايه بدنا نراقب وظيفه الكلى يعني مش بالضروره انه كل ما حدا عمل غسيل كلى مره خلص صارت فور لايف. لانه بيقولوا ما تفوتوني بالغسيل بصير بدي غسل على طول. لا ما بينقال هيك. انت عم تغسل او بدك تغسل على طول لانه كلوتك واقفة او هلا مرحلية لانه اللي عندك هي مرض بصح ورح تطلع منه ورح تصح بعدين. مش نحن اللي منقرر انه فوتناك رح تبقى بالدياليز. لا جسمك بقرر. ايه جسمك بقرر قد ايه بتجاوب على العلاج اللي عم نعطيك اياه. رح نحكي بعد عن هالموضوع اهميته وهب الاعضاء ذكرنا كمان وهب الكلى. اتصال. الو 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 بونجور. يا هلا تفضل. ممكن اسال الدكتورة سؤال اذا بتريد؟ تفضل عم تسمعك. انا عامل هلا عملت بروستات على الليزر من شي سنه ونص. نعم. بالاول كانت كلاوي رحت عند دكتور كلاوي وفحصني قال لي كلاويك منيح ما بين شي شوف حكيم مسالك بوليه. رحت عند دكتور حيدر قرمش وعملت عمليه بروستات على الليزر. هلا كل فتره بس انا نايم بحس مثل شعلة نار تحت قواسي. يعني مثل بالالتهابات. عرفت. هلا بالاول كانوا عاطيني علاج هن تكسين 5 تكسين 400 التهابات عامه هذا اعطوني الدكتور بعد العمليه. بس قالوا لك انه الكلاوي ما بهون شيء. هذا قبل ما اعمل العمليه. بس هلا اليوم لي يومين هيك صاير معي. انا اخذت دواء لوجع الظهر ثقيل وهيك يمكن صار معي. هلا بنسال الدكتور اذا لازم ينعمل اي شيء. شكرا لاتصالك. هلا هي البروستات سبب من اسباب انسداد المجاري البوليه بصير في احتقان للبول بينزع الكلاوي. ممكن هي سبب من الاسباب. يعني الافضل انه يروح يعمل صوره او فحوصات. يرجع يعمل كنترول. أوكي. بعدين ادويه الوجع عم بيقول اخذ ادويه ما ياخذ ادويه من دون راي حكيم او ينعرف كلا. شو السبب على القد. ايه لانه الانتي انفلاماتوار اذا عم بيفكر انه ادويه للوجع بتاذي كثير الكلاوي. دكتور عندي سؤال اخير قبل ما نختم. اليوم شخص تحتم انه لازم يعمل غسيل كلى دائم، هل وهب كلوي بيغني عن الغسيل؟ طبعا هيدا او تنطره انه يصير بمراحل متقدمه ويصير في مضاعفات من وراء غسيل الكلى لحتى تطلبه كلوي؟ لا مش على طول. في ناس بتزرع قبل ما تغسل. نعرف انه خلص حتميا وصل على وظيفه كلى تحت ال 15% ورايحه على الغسيل. في ناس بتزرع قبل ما في مشكل. بس يعني اليوم بدنا نرجع ونذكر بأهمية وهب الأعضاء. أكيد طبعا نحن بنشجع. اليوم نحن لما حدا بيكون خلص يعني انتهى عمره خليه يعطي الحياة لحدا تاني. طبعا أكيد. نختم بالأمل دائما. أكيد. دكتور فادية شما رزق اختصاصية بأمراض الضغط والكلى شكرا كثير لك. بسطتي لنا الأمور هيك وبتريحي لما بتحكينا. شكرا لوجودك معنا. رح ناخذ بريك صغير وبنرجع.